الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تحية وتقدير من المنبر التقدمي لكم جميعا في هذه المناسبة التي تجمعنا اليوم، والشكر موصول للجنة القطاع المرأة بالتقدمي على هذه الفعالية التي تقام تحت شعار دون استثناء لا للعنف ضد النساء والفتيات. وهذه المناسبة وهذا الشعار يؤكدان لنا أننا أمام قضية عالمية تستدعي جهد عالمي لمواجهة كل أشكال الانتهاكات والعنف ضد المرأة، وهي القضايا التي لا زالت وللأسف الشديد ما زالت تتصدر قوائم ضحايا القتل والتهجير والاغتصاب والعنف والاستغلال بجميع أشكاله على مستوى العالم. إن هذه المناسبة تأتي بعد أيام قليلة من مشهد بلغت فيه درجة التوحش حدودها القصوى، وكل كلمات الحزن والرثاء والتنديد لا تخفف من وطأته، وأعني بذلك ما حدث من مجزرة دموية غير مسبوقة في الشقيقة مصر جراء فكر تدميري خبيث وأدوات قذرة ومآرب خسيسة لا تكترث بأي قيم إنسانية. مجددين ثقتنا في قدرة الشعب المصري في معركته مع الإرهابيين، ومعهم ومع كل القوى المحبة للخير والسلام والرافضة لهذا التوحش وكل أشكال الإرهاب والتطرف والعنف، كما نحن ضد الطائفية والمذهبية وكل محاولات زرع الانشقاقات بين الشعوب. نحن اليوم نجدد إدانة واستنكار المنبر التقدمي لهذا الحادث البشع الذي لم يعرف حرمة الوطن ولا مكانا مقدسا. أيضا هذه المناسبة تأتي بعد أيام فقط من ملتقى خليجي انعقد في البحرين لجمعيات وروابط الاجتماعيين عنوانه التصدي لظاهرة العنف الأسري في دول مجلس التعاون الخليجي، سلط الضوء على ظاهرة العنف الأسري وأبعادها وآثارها وتشخيص أسبابها وتداعياتها على الأسرة والمجتمع والسبل الوقاية منها، وتحديد أدوار المؤسسات والهيئات في المساهمة بالتصدي لهذه الظاهرة. وكم نحن بحاجة إلى كل ما يجمع ذوي العلاقة والاختصاص محليا وخليجيا للنظر في كل ما يخص هذا الملف المؤرق والخروج بنتائج تترجم الشراكة المجتمعية بين الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على المستويين المحلي والخليجي من أجل التصدي الفاعل والمؤثر لهذه الظاهرة. كما أن هذه المناسبة تأتي قبل أيام من الاحتفال بيوم المرأة البحرينية الذي يصادف الأول من ديسمبر للاحتفاء بإسهامات المرأة البحرينية في العديد من المجالات والقطاعات. هذا اليوم خصص هذا العام للاحتفاء بالمرأة البحرينية في مجال الهندسة، ونأمل أن تكون مثل هذه المناسبات فرصة لإثارة أو تسليط الضوء على القضايا التي تهم المرأة البحرينية والمجتمع البحريني، وخاصة القضايا التي تمس أمن هذا المجتمع وفي المقدمة منها قضية العنف ضد المرأة. إننا في المنبر التقدمي ونحن نحتفي بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة العنف ضد المرأة نؤكد على ما يلي: أهمية الشراكة المجتمعية التي أشرنا إليها، فالعنف ضد المرأة يعد انتهاكات لكل القيم الإنسانية وحقوق الإنسان، والمنبر التقدمي يرفض رفضا تاما كل أشكال العنف ضد المرأة، سواء أكان عنفا عائليا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو قانونيا أو حقوقيا أو سياسيا، أيا كان هذا العنف ومبرره ومصدره ومستواه، ونعتز بأنه كان الموقف
بأنه كان للمنبر مواقف مشهودة في كل تلك المجالات. أيضا نجدد دعوتنا لكل الأطراف المعنية من وزارات وهيئات وجمعيات ومراكز ومجالس، بدءا من المجلس الأعلى للمرأة، مرورا بالجمعيات النسائية والاجتماعية والحقوقية والجامعات والمعاهد ومراكز البحوث والدراسات والصحافة والإعلام، للقيام بعمل يفعل الشراكة المجتمعية، للقيام بعمل نوعي مشترك وبوزن معتبر هدفه رفع مستوى الوعي بكل أوجه ومظاهر العنف ضد المرأة في مجتمعنا، جهد مجتمعي نخرج منه بثمرات وإنجازات لا تقوم على العفوية والشعارات أو المهرجانات الإعلامية والمناسبة والفعاليات المناسباتية محدودة أو عديمة الأثر، بل جهد يرتكز على عمل مجتمعي وفكر منظم ومدروس ومؤثر، جهد يعني بالتفاصيل والتجليات والنتائج، ويبتعد عن التبسيط الذي لا يوصلنا إلى نتائج معتبرة لها وزن وقيمة بقدر ما يؤدي إلى اشترار الكلام والقوالب الجاهزة من التوصيات وانفعالات لحظوية تدرها الرياح، والنتيجة انكسارات وخيبات، وأحسب أن الكل في هذه القاعة أدرى بها. جهد يبقي الوعي بحقوق المرأة حاضرا في الأذهان على الدوام، جهد يرفع الظلم عن المرأة ويوقف هذه الوقائع التي تنشر في الصحافة المحلية على الأقل، وهي إجمالا معبرة عن خلل مجتمعي يتمثل في حالات عنف صارخة ضد المرأة أو الإضرار بها أو التقليل من شأنها أو نزع حق لها أو إهانتها أو استغلالها أو الاعتداء عليها. أخبار تعبر عن قصص مأساوية لأسر بحرينية سببها العنف ضد المرأة وزوجات معنفات، وهو عنف يصيب إنسانيتنا في الصميم. لذلك نكرر بأن أمامنا الكثير، سواء عبر تطوير التشريعات والسياسات التي تضمن الحماية للنساء والفتيات، مع تمكين الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة عام 2015 لتأخذ مداها المطلوب، والتي حملت شعار امرأة آمنة ومجتمع مستقر، خاصة أن هذه الاستراتيجية وفقا لما أعلن هي بمثابة الأداة التي تساعد على تطوير التشريعات المعنية بالعنف ضد المرأة. ونعاود هنا للتكرير على تفعيل الشراكة المجتمعية المطلوبة ووضع هدف مواجهة العنف ضد المرأة في صدارة انشغالاتنا الوطنية، لنرفع الشعار مجددا: كفى عنفا ضد المرأة، ويدا بيد لإنهاء العنف ضد نصف المجتمع وضد إنسانيتنا. شكرا لكم والسلام.